السؤال الرابع: كم من الوقت يستغرقه وقت الزوال الذي تحرم فيه الصلاة حتى يؤذن الظهر؟ بمعنى لو جاء الإنسان إلى المسجد قبل أذان الظهر بربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة، هل يصلي تحية المسجد أو ينتظر الأذان؟ الوقت الذي يكون فيه المنع من الصلاة في وقت الظهر، هذا الوقت قصير، ثم إنه غير موجود في أغلب السنة. هذا الوقت موجود في وقت الصيف الحار، في عز الصيف، في حدود الشهر السابع والسادس، هذان الوقتان هما اللذان تكون الشمس فيهما عمودية على الأرض. أما في الشتاء فالشمس لا تكون عمودية على الأرض، لا تكون في كبد السماء، أي في وسط السماء. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة والشمس في كبد السماء، أي في وسط السماء. لكنكم في فصل الشتاء مثلا لن تجدوا الشمس في وسط السماء، بل تجدونها مائلة. وهكذا الأوقات الأخرى، لكنها في وقت الحر الشديد في حدود هذين الشهرين السادس والسابع، هنالك تكون الشمس في كبد السماء، وهي لم تكون في كبد السماء لوقت طويل. هم يحددونها الآن في حدود الخمس دقائق إلى عشر دقائق، في ذلك الوقت يمكن أن تكون الشمس في كبد السماء. أما ربع ساعة وعشرون دقيقة فالشمس ستكون مائلة عن كبد السماء، ثم ستدخل في هذا المجال، هي في حدود الخمس دقائق تقريبا، وبعدها سيبدأ الزوال. وعند الزوال كما تعلمون لا حرج في الصلاة في ذلك الوقت، والله تعالى أعلم. لذلك إن دخل قبل الزوال بخمس دقائق في هذين الشهرين، فالأولى أن يبقى واقفا إلى أن يدخل وقت الزوال، وقت صلاة الظهر، وبعد ذلك يأتي بالركعتين. وإن جلس فلا حرج عليه للمانع الشرعي، لكن الأولى من ذلك كله أن يبقى واقفا إن كان مستطيعا وقادرا، وبعد دخول وقت الظهر يصلي ركعتي تحية المسجد، والله أعلم.